مشاهدينا، هذا كان تقرير شامل حول موضة الثمانينات. ممكن بعض منكم يقول هو برنامج فني، شن جايبه لموضوع الفاشن وشن جابه وكيف وشن جاب لي جاب. اللي أنا حابة أني أنا نوضح لكم أن احنا حبينا نديروا المكس هذا باش نرضوا جميع الأطراف، يعني الشباب محبين الراب عندهم متسع ليهم في برنامجنا، البنات عندهم متسع ليهم، الناس اللي عندهم مواهب عندهم متسع ليهم. يعني احنا قاعدين في برنامج فلاش باك ان احنا نحتوي الكل ونقدمه اللي يرضي جميع الاطراف. اما توا مشاهدينا حنمشوا لفقرة بلانت راب اللي حنشوفوا فيها مع بعضنا تقرير خاص عن الرابر التونسي جاتي اللي دار ضجة كبيرة مؤخرا وصاع نجمة وغنيه انتشروا بشكل كبير. نطلعوا نشوفوا تقرير عليه من بعد مكملين. جاهد الرابر التونسي الشاب في دخول عالم النجومية في مجال الراب رغم صغر سنه، الشيء اللي خلانا نفتشوا في مسيرة هذا الرابر. ورجعنا من مواليد منطقة منزل بورقيبة، المنطقة اللي طلع منها سنفارة والرابر سامارة اللي دعموا فات يساعدوا هلبة باش يكون ثالث رابر يطلع من هذه المنطقة ويوصل صوته للعالم العربي. فاتي رابر بدأ مشواره من مدة قصيرة وأنتج أغاني جابت له الأنظار وأشهرهم أغنية بابا اللي وصلت 3 مليون مشاهدة من لما نزلت على اليوتيوب في وقت قصير. وواصل فاتي إنتاجه في مجال الراب ودار حفلات محلية، أنتج أغنية بيه وعليه واللي وصلت لمليون مشاهدة قبل ما تطلع أغنية ليل نهار مع الرابر المعروف سنفارة واللي دارت لحد اللحظة 4 مليون مشاهدة على اليوتيوب. فاتي شخصية مثيرة للجدل، الشيء اللي شفناه لما أكد لجمهوره ومتابعينه على علاقته بالبنت الدي جي ذكرى في برنامج تلفزيوني رغم رفض بعض من جمهوره لهذه العلاقة، خاصة وأن صديقته أكبر منه بثمانية سنوات وكانوا صرحوا الاثنين أن علاقتهم علاقة حب ما يهمهم مش فرق العمر، اللي أكدوا أن عمره ما كان حاجز. وهذا يشتغل فاتي حاليا على أغاني جديدة باش يطلعوا للجمهور قريبا على قناة على اليوتيوب، اللي صرح أنه قاعد يشتغل على عمل مشترك بينه وبين صديقته ذكرى. وعندك ما تختار نكرة تونس والأخبار